وكان معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مقدمة مستقبل جثامين شهداء الواجب الوطني المقدس الشهيد النقيب أحمد محمد أمين والشهيد النقيب مبارك سعد الرماحي والشهيد الرقيب أول حسن علي إسكندر ماجد من قوة دفاع البحرين من المشاركين في الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جاء ذلك لدى وصول الجثامين صباح اليوم إلى قاعدة عيسى الجوية على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البحريني برفقة عدد من ضباط قوة دفاع البحرين، وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال جثامين شهداء الواجب على أرض القاعدة، حيث أدى معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وكبار الضباط التحية لشهداء الواجب. وقبل ذلك أدت ثلة من العسكريين التحية لجثامين الشهداء. وكان من ضمن المستقبلين سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، وعدد من أسر وأهالي الشهداء الذين استشهدوا في حادث خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس في صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. ونقل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إلى أسر وأهالي شهداء الواجب من رجال قوة دفاع البحرين، داعيا معاليه الله تعالى يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، سائلا الله عز وجل الشفاء العاجل للذين تعرضوا لإصابات من رجال قوة دفاع البحرين أثناء ذلك الحادث الأليم. كما عبر معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن أحر تعازيه إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين وشعب البحرين الوفي، وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لرجال قوة دفاع البحرين على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق. العقيدة دونها الأرقاب، العقيدة دونها الأرقاب، وإحنا ثلاثة بعد غير مبارك وجاهزين، جاهزين وبكل فخر بكل اعتزاز وعلى أمر ولي الأمر. الشرف خدمة الوطن واحد يستشهد، إن شاء الله يتقبل عنده إن شاء الله منازل الشهداء الصالحين إن شاء الله. الحمد لله وشكر الله ما نحزن عليه، هذه أنا أقول مبروك مبروك الشهيد، الحمد لله وشكر الله رب العالمين ما نحزن، لأن هذين يقدمون أرواحهم وهذه سبحان الله تضحيات للوطن الإسلام، الحمد لله وشكر رب العالمين.